أشاد رئيس الوزراء السوداني دكتور عبد الله حمدوك بدور فرنسا وجهودها المستمرة في دعم السودان على الصعيدين السياسي والاقتصادي وتحقيق السلام. وأعرب حمدوك خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن سعادته الكبيرة حول ما تقوم به فرنسا من جهود جبارة للضغط على الحركات لتوقيع سلام مع حكومة التغيير. كما رحب حمدوك بعودة رأس المال الفرنسي والشركات للعمل لنهضة الاقتصاد الوطني. وأشار رئيس الوزراء إلى الخطوات الإيجابية التي حدثت عقب لقاء عبد الواحد محمد نور قبل الذهاب إلى التفاوض في جوبا. وقال حمدوك إنهم بحثوا جذور الأزمة السودانية ووضعوا لبنات أولى في طريق السلام. وأضاف حمدوك إن تحقيق السلام وإصلاح الاقتصاد لم يتحقق إلا برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإعفاء الديون.